السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا تخص شريحة ضحت وقدمت كثير الكثير من اجل العراق، ان كان في ظروف ما بعد 2003، داعش، الامريكان، وسلوكهم السيء المعروف في العراق. فراح ضحية شهداء وجرحى، وكان من الواجب على الحكومة الاعتناء بهذه الشريحة الكبيرة. اليوم نشوف بعض الأخوان من الجرحى أو ذوي الشهداء يطالبون بحقوقهم، هي أبسط الحقوق. اللي يقدم نفسه ما راح ينتظر من حكومة أو من شخص يتفضل عليه أو يمن عليه بإعطاء أبسط الحقوق اللي هي مخصصات أو المالية أو راتب التقاعدي أو قطعة الأرض. مو نرجع للنظام البائد ويسمى مكرمة، لا، مو مكرمة، هي حقوق. اليوم راح أتحدث عن هاي الحقوق، منو سلب هاي الحقوق، منو جاي يدافع عن هذه الحقوق، وشون راح يمتلكونها، شون نشوف أهل الضحايا إن كانوا جرحى أو شهداء ما يطرقون أبواب المسؤول، ما يطلع على شاشة الفضائيات يطالب حقوقه، أن يعيشون بحياة كريمة، أن ينالون كل استحقاقاتهم وبكل لطف وبكل سلاسة. كنا نتمنى بصراحة على كل الحكومات المتعاقبة أن هي تذهب إلى منزل الجريح أو عائلة الشهيد وتجي تمنحها الحقوق في بيته، لكن للأسف قرارات تصدر من رئاسة الوزراء، مو إلا هاي الحكومة، الحكومات السابقة أيضا قرارات تصدر من أمانة مجلس الوزراء ولكن لم تطبق. من المسؤول؟ هل هو هناك ضعف حقيقي بقرارات رئاسية؟ هل هناك جراءة من موظف أو مدير مؤسسة أن ما ينفذ قرار رئاسة الوزراء؟ هاي طمة كبرى. كل التفاصيل راح نعرفها مع من اجتهد ودافع عن أو دافع من مجموعة من المدافعين، لكن من هم تصدى لهذا الموضوع وأسس مؤسسة سميت بقناديل الرحمة، الأستاذ علي حيان. نرحب بك أجمل ترحيب. حياك الله أستاذ حازم ومشاهدين قناة الأيام، وباركتم إن شاء الله، وتحية إجلال وإكبار لكل قواتنا الأمنية، وكذلك لعوائل الشهداء والجرحى الذين يضحون وما زالوا يضحون، يعطون أروع التضحيات. ما شاهدنا الفترة الأخيرة من شهداء وجرحى في إديال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءهم ويشاف إن شاء الله جرحاهم. أحسنتم حبيبي أستاذ علي، أشكرك وأتغمدهم الله بواسع رحمته، وإن شاء الله أتمنى من الله شفاء العاجل للجرحى. يعني كلما استطعنا أن ننهض توجد هناك بؤر بسيطة تحاول أن تعكر، ولكن إن شاء الله لن تستطيع. بكل تأكيد من لديه الحشد الشعبي والقوات الأمنية فإنه مطمئن إن شاء الله. أستاذ علي، يعني خلينا نبدأ من آخر الأخبار بخصوصكم. إحنا سوينا حلقة قبل فترة، أحسنتم إن شاء الله، معاكم ونالت والحمد لله كانت إيجابية إن شاء الله. أصداء هذه الحلقة أكيد انعكست على بعض القرارات، أريد نسمع شنو الانعكاس إن شاء الله. تحية إلى هذه القناة ولكم أستاذ حازم. طبعا ما تم طرحه بخصوص المادة 54 و55 الحمد لله والشكر وبجهود إن شاء الله أستاذ ماهر مدير هيئة التقاعد الوطنية مشكورا، الذي أرسل الكتاب إلى وزارة المالية، استجابت وزارة المالية وأرسلت كتاب إلى هيئة التقاعد الوطنية، وتم إرسال الكتاب إلى وزارة المالية، وإن شاء الله أيام قليلة تصدر هذه الحقوق التي كانت معطلة، إن شاء الله تصدر للشهداء والجرحى الذين أضحوا ووطوا أروع التضحيات. هذه المادة هي استحقاق قانوني ويعاقب الذي لم يطبقها. القانون ينفذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
لكن تعرف الاجتهادات وموضع الناس وعدم المتابعة في هذا الموضوع وتسويف هذا الموضوع وتكلمنا بهذا الموضوع، لكن الإدارات السابقة كانت مع الأسف عرقلت بهذا الموضوع، والحمد لله شكر جتنا إدارة إن شاء الله شجاعة وإدارة نزيهة قدرت أن تطبق. هي هي أي دارة؟ دار هي التقاعد الوطني. أستاذ ماهر. أستاذ ماهر راح أحكي للأمانة. فالحمد لله والشكر هذه الحقوق هي حقوق مكتسبة وحقوق واجبة التطبيق. جيد. شو أستاذ علي البشر راح أزف عوائل الشهداء والضحايا؟ هو تفعيل هذه المادة. أي مادة؟ مادة 54 و55 اللي تعطي للشهداء وللجريح أضافة على الراتب التقاعد المحتسب 50%. جميل. فهذا حق جميل. هذا حق مكتسب. هذا بالقانون؟ بالقانون موجود، وهذا أبسط الحقوق تعطى لمن ضحى وأعطى هذه التضحيات وضحى من أجل العراق. يا سنة صدر هذا القانون؟ هذا القانون صدر بتاريخ قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي 2018 لسنة 2011 المعدل. 2011 وما مطبق إلى الآن؟ أنا ذاك كان على الراتب الإسمي، تم تعديله في سنة 2013 أصبح على الراتب الكلي. جيد. إذن عما تاني نقول من 2013 ما تطبق؟ ما تم تطبق. صار 10 سنوات. أي نعم. وإجت إن شاء الله إدارة أستاذ ماهر وهذه الحقوق مكتسبة وهذه العوائل تستحق الكثير لأن عانوا وما عانوا شيء بكل صراحة. يعني اليوم الراتب أصبح راتب رعاية اجتماعية يتقسم على العائلة وشوف رواتبهم ما يعني العائلة ما جاي كفي هذا الراتب، أم الشهيد وأبو الشهيد والعائلة مال الشهيد، فالراتب راح يتقسم ما راح يحصل من عنده شيء. تمام. إذا كان قاعد إيجار أو فمشاكل كثيرة جدا. يعني إذا كان يستلم مليون راح يصير مليون ونص. مليون ونص. جيد. مو على الإسماع الكلي. لا على الراتب الكلي، راتب أقرانك. هذا فقط بهاي المادتين؟ 54 و55 تخص الشهداء والجرحى. شو الموضوع النص؟ شو النص؟ النص المصاب بالعوائق الكلية عامل معاملة الشهداء. المادة 55 يحتسب الراتب التقاعد الراتب الكلي تحتسب خدمة الشهيد 15 سنة يضاف ثانيا يضاف على الراتب التقاعد نسبة 50% من الراتب المحتسب لعائلة الشهيد، والجريح المصاب بالعوق الكلي يتعامل أسوة بالشهيد، لأن تعرف هؤلاء شهداء أحياء مثل ما سمتهم المرجعية. فهم. يعني اللي مصاب بالحبل الشوكي، اللي عنده بتر الأطراف، اللي عنده بتر إيديه، فهذا حق وهذا أبسط حقوقه. جميل. يعني إذا إن شاء الله عن قريب حنشوفه؟ إن شاء الله نتمنى إن شاء الله من إخواتنا الأعزاء الإسراع بهذا العمل، لأن هؤلاء الناس اللي ضحوا من أجل الوطن والحد الآن لازمين السواتر وجاي يضحون، فهذا حق من حقوقهم، قانون موجود ويحتاج إلى قرار. الحمد لله أجى الرجل الشجاع اللي أصدر قرار ودس كتاب إلى وزارة المالية لتفعيل هذه القانون. أحسنتم جزاكم الله خير وجزا الله خير. زين، وين وصل قانون رقم 2 سنة 22 اللي يخص ضحايا الإرهاب؟ تعرف حضرتك هذا القانون صدر سنة 2020 وإحنا الآن في السنة الرابعة راح ندخل، وللآن إن شاء التعليمات ما صدرت، هماتين كانت الإدارات السابقة اجتهدت وما تم تطبيق هذه التعليمات ولا تم إرسالها إلى مجلس الدولة إلا بخروج مظاهرات أمام هيئة التقاعد الوطني ونصب خيام. طلعنا لمكافأة نهاية الخدمة نصب خيام، لإصدار التعليمات حطينا خيام، فالمماطلة والتسويف أدت إلى تأخير التعليمات. على كل الضحايا الإرهابي. أي نعم نعم. ضحايا داخلية، حشد شعبي. كل المصابين. كل المصابين والشهداء. هذا القانون أعطى للشهيد والجريح أعطى بعض الحقوق البسيطة جدا أعتبرها أنا. يعني حتى يفهم الناس يعني. شنو هذا رقم 2 سنة 22؟ هذا القانون صدر التعديل الثاني لقانون 20 سنة 2009 المعدل. صدر هذا القانون أعطى مكافأة نهاية خدمة للذين لم يستلموا مكافأة نهاية خدمة. أعطى بالنسبة عفوا سعد علي حتى نكون حتى نعم. تفسر صح وأكثر. يعني بالنسبة معينة نسبة العجز معينة حتى يعطوا مكافأة نهاية خدمة؟ لا الكل. الجريح اللي تمي حال إلى التقاعد. الجريح المصاب المحال إلى التقاعد. الذي يتم إحالته إلى التقاعد الذي يكتفي تقريره لا يصلح للخدمة مدة العجز دائمية وحال على التقاعد. هذا العسكري فقط. العسكري وكذلك الموظف المدني. موظف المدني. نعم. والكاسب. الكاسب ما له مكافأة خدمة غير موظف. ما عنده موظف. واضح. لأن بس هم يمتلك تقاعد. مهم راح يطول تقاعد. تقاعد يعطونا مكافأة استشهاد. مكافأة الاستشهاد اللي هي يسموها الدفنة 5 ملايين. واللي اغلب العوائل لحد الان ما مستلمها. الكلام ما بقول صراحه.
لحد الآن أغلب العوائل ما مستلمها والجرحى كذلك ما مستلمينها لأن أكو بطء وأكو مع الأسف عدم تنظيم المعاملات وإرسالها إلى وزارة المالية. كلامها بكل صراحة يعني اللي بال 2020 أنت قاعد تتحدث من قلت بطء سويت حركة بإيدك بنج بما معناه أي نعم كانوا سرنجة أنا أردس إذا تخصيصات مالية موجودة بالقانون الأمن الغذائي وغير قانون ومن اختصاص المحافظة إلى متى لم يتم صرف التعويضات المالية للجرحى بينما وجدنا صرف أموال الممتلكات الطائلة. كلامكم بكل صراحة لأن ها هناك بها ملفات فساد هذا الموضوع؟ أي نعم هذا الموضوع في المناطق المحررة يوجد ملفات فساد بها ملفات كبيرة جدا تجد البيت هناك تعويضة مليار ما أدري شقد وتجد البيت المهدم في بغداد 5 ملايين. أها أي عدالة هاي نتكلمها بكل صراحة أي عدالة وأي إنصاف هلا هي هذا بها قانون لو لجان تعويض اللجان لا هو اللجان تقيم 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 هي صوت هناك اللجان متقيم لك هنا ما يعطونك على اللجان المخمنه مالتك يعطونك نصها هناك اللجان اللي تخمن يعطونها كلها شنو الفرق هذا اذا ضعف بالمحافظ نعم فهذه التعليمات حقيقه اللي تخص الشهداء والجرحى الاضرار الاضرار الجسديه وليس الاضرار المعنويه فكانت متأخرة أنا ذاك أجت هيئة مدير هيئة التقاعد الوطني أستاذ ماهر مشكورا جمع بين مؤسسة الشهداء لأن بالتعليمات المادة 14 من يضع التعليمات مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية تم وضع التعليمات وإرسالها مرة لأن الإدارة السابقة كانت مؤسسة الشهداء تدز لأبو التقاعد للتوقيع أبو التقاعد ما يحضر مدير هيئة التقاعد الوطني ما يحضر يوقع فتأخرت التعليمات فاجت الإدارة اجتمعوا توقعوا على التعليمات دزوها إلى مجلس الدولة مجلس الدولة أراد كتب بعض الكتب تم إرسالها إلى هيئة التقاعد الوطنية ويوم الخميس كان عندنا لقاء مع مدير هيئة التقاعد الوطنية وإن شاء الله الكتاب هذا الأسبوع رح يوصل إلى مجلس الدولة إن شاء الله جيد بس أستاذ علي يعني ليش ما يوجد قانون ضحايا الإرهاب منحة عقارية يعني الناس استلمت قطعة أرض بس يقولون لحد ما مستلمين منحة أحسنتم على هذا السؤال هذا يحتاج إلى تعديل قانون يحتاج إلى تعديل قانون ضحايا الإرهاب. تعرف حضرتك أغلبية الناس تلموا قطع أراضي قطع الأراضي غير مناطق نائية ما بيها خدمات. صح. هذا اضطر العائلة إلى بيعها بعدم استفادتها لأن أنا من تعطيني قاع وقاع ما بيها خدمات. صح. وما بيها مكان أنت اليوم من تعطي العائلة عائلة شهيد مضحي عليك تعطين مكان زين تعتبر نفسك أنت اليوم جاي تعطي لشريحة مضحية. شريحة لولاها أنت اليوم ما قاعد على هذا الكرسي طبعاً. وأنت مو محافظ ولا نائب محافظ ولا عضو مجلس محافظة ولا رئيس وزراء ولا رئيس وزراء ولا صحيح. رئيس جمهورية صحيح. أنت اليوم جاي تكرم عائلة شهيد من تكرم عائلة الشهيد كنت تعطيها قطع أراضي تليق ما قدموا صحيح. بما قدموا وبما أعطوا أنت اليوم تكرم الشهيد أكرمه بذوي من تعطيه مكان غير جيد وغير مخدوم ما به خدمات تعتبر استخفاف واستهانة منه بعائلة الشهيد نفسيتها استخفافها عندما جاء استخف بيك لأن القانون يقول إعطاء قطعة أرض أو وحدة سكنية أو شقة أو بدن نقدي ذن الأربعة أنا إجيت على 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 الشيء الغير جيد أعطيت قطعة أرض كأنما أريد أخلص من يمه أريد أخلص من هذه العائلة أعطيه مكان ما يليق بالتضحية وما يليق بهذه العائلة اللي أبوها أعطى واستشهد وضحى من أجلنا أروح أعطيه مكان غير جيد هذا يعتبر استخفاف وهذا شيء مرفوض فعلي إحنا طالبنا بتعديل القانون الفقرة وإعطائهم منحة عقارية أسوة بإخوانهم ضحايا نظام البائد يعني هو بالقانون ما موجود منحة عقارية ما موجود شو يقول لك باحة يعني أنا من أعطي منحة عقارية هو هذا من نوع الاستحقاق استحقاق حسب موجود لا جيد عفوا أستاذ علي بس احنا اكو ناس احنا مع حقوق مع اكو ناس باعتها عفوا بس استبيانها احنا مع حقوق الشهداء والضحايا لهذا سبب احنا سوينا حلقه تمام نعم. يقول لك انا منحته انا كدوله منحته قطعه ارض لكن هو باحه هسه خب ما له علاقه شنو مكان نائي كذا نعم. بس هو باحه
فبالتالي انا شو اعطي قطع يعني المنحل العقار اعطي منحل للبناء تمام لو لا انا شلون اعطي قطعه الارض مليون هذه مثل ما عرفناها اللي اعطت لاخوانهم الشهداء نظام البعديه منحه من تستلم السند هي هو اصبح لك تكريم منحه قريه 30 مليون كان بعتها او غير بعتها هذا المنحه مسجله لك هذا اللي عرفه هذا بالقانون هذا بالقانون موجود منحه عقاريه لك ارض بعتها ارض تبنيها منحه عقاريه لك زين انت سددتها لو منحه لا لا منحه بدون تسديد منحه عقاريه مو سلفه بلي بلي منحه عقاريه فاحنا نطالب بهذا الشيء لان هذا استحقاق استحقاق الشهداء زين شو بده يراجعون اللي باعوا قطعه الارض يراجعون للمؤسسه او الدائره المعنيه يقول لهم اعطونا منحه حسب القانون ودي يطون ناس اكو يطون اي نعم على الحج الشعبي جيد. ضحايا نظام البعد هؤلاء موجود بالقانون جيد من دي يروحون دي يقولون يطون منحه دي يطوهم اللي باع قطعه ارض من دي يروح يقول لهم يطون منحه شو يقولوا له هم تين يطون استحقاق هذا مسجل يعني شو المشكله على سبيل الموضوع احنا مشكلتنا ضحايا نظام ضحايا الارهاب اها ضحايا الارهاب ما موجود هذه الماده بقانونهم واضح كذلك الجرح الحج الشعبي جرح القوات الامنيه بس اكو ناس مستلمه من ضحايا الارهاب قطع اراضي اي إيه نعم مستلمين مناطق غير جيده موجودين من حد المضم ومنحه لا لا ما موجوده بالقانون اي ما موجوده فانتم تطالبون حال نعم اسوه نعم بعوائل الشهداء النظام البائد هذه الماده طهم منحه عقاريه جيد اذا احنا ما عندنا مشكله باصل الموضوع لا 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 جيد. احنا نطالب بتعديل هذه الماده حتى نوضحها احسنتم الماده 9 في قانون ضحايا الارهاب الزام وزاره الصحه والتكفل بالعلاج خارج العراق او في داخل العراق العلاج عفوا داخل العراق ان كان استقدام او ارسالهم خارج, خارج العراق للاسف الشديد احنا يعني تبنتها وزاره الصحه احنا نتمنى من وزاره الصحه مع وجود قله اموال عندها او عوائل الشهداء تستحق عوائل الشهداء والجرحى تستحق هذا موجود بالقانون نعم. أنا اليوم من ما أعطي حقوق الشهيد والجريح عائلة الشهيد أمانة الله بعناقنا من خلف الشهيد هذه العائلة جعلت أمانة بعناقكم والأولى منكم تقدمون الرعاية والاهتمام بهذه الشريحة إن كان أبو الشهيد أم الشهيد زوجة الشهيد أبناء الشهيد أو الجريح نفسيته اليوم اللي أصبح يعني لا حول ولا قوة العلاج يشتري على حسابه الخاص يراجع المستشفيات على حسابه الخاص العلاج يروح للمستشفى ما يلقاه فهاي يحتاج الى تدخل وزارة الصحة الوزارة خططوهم حكيتوا وياهم والله احنا سوينا كتاب الى وزارة الصحة والبيئة وعندنا ان شاء الله لقاء لا خبر الوزير هو راح نروح ان شاء الله هذه الايام عندنا لقاء ان شاء الله سيد الوزير سواكم موافقة ان شاء الله هذا الاسبوع وعدنا خير شلون درجة الاستجابة والله ان شاء الله موجودة مو موجودة فاحنا نريد استحقاق هذه الناس لان حقوق الناس والشهداء والجرحى تستحق انا اليوم ان اعطي خدمة لعوائل الشهداء والجرحى هذا حقهم بالقانون يكرمون لهم الأولوية بالعلاج داخل العراق أو خارج العراق لأن أغلبية عملياتهم خارج العراق أحسنت طبعا هو مداخلة بسيطة من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف في الحكومة العراقية له الشرف بتقديم الخدمة لهؤلاء الأشخاص هذا ما بيجدال هذا الشيء موجود في الجمهورية الإسلامية في إيران تذكر بكل صراحة من قرينا قانون مؤسسة الشهداء تقرأ قانون مؤسسة الشهداء تلقى مجلس الرعاية مكون من رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الوزراء الموجودين المحكمة مالت المحاكم الاتحادية كلها موجودة بخدمة رعاية ذوي الشهداء احنا قانون المؤسسة مالتنا ما بهذا الشيء كل ذوي شهداء بخدمة الحكومة احسنتم مع الاسف احنا نريد تعديل قانون مؤسسة الشهداء ان يصبح قانون فعلي وليس قانون حبر على ورق احنا اليوم نقول رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء يكونون أعضاء مجلس الرعاية في هذا القانون لأن تعرف حضرتك من أصدر آني كتاب ويروح الكتاب للوزير راح يجتهدون الموضوع الناس ما حد راح يطبقه واضح ما حد راح يطبقه راح يوضع تحت الأدراج والحد غير مطبق عندنا وسام الشهادة وين وسام الشهادة صار لنا قد نتكلم بوسام الشهادة بالقانون وسام الشهيد أين هذا الوسام أين وسام الشهادة شنو استحقاقات البيئة اكو صدر رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء وضع به استحقاق وسام الشهادة فهذا ابسط الحقوق انت اليوم عندك المناطق المحررة بالقانون عندنا قانون تقليد التضحية في المادة سابعا رابعا رابعا وضع تمثال تكتب اسم الشهداء اللي ضحوا من اجل العراق في المناطق المحررة حتى التاريخ يخلد هذا الشيء انا اليوم هؤلاء الذين لبوا نداء المرجعية وحرروا الارض والعرض
كنت تدرس مناهجهم بالدراسة، وهذا شيء موجود بالقانون غير موجود بهذا بالقانون، هذا الكتب مالتنا موجودة، ما موجود هذا الشيء. لماذا لم تبرز هذه التضحيات؟ هذه التضحيات واجب على وزارة التعليم العالي، وزارة التربية من ضمن منهاجها الدراسي تدرس هذه التضحيات. هذه التضحيات في العالم، العالم ما موجودة ايش عندهم تضحيات. طبعا هي سبحان الله ما بتحدث بعد الموضوع، بس انت استدرجتني لمشكلة كبيرة بصراحة. الدولة او اي حكومة ما تهتم بشهداء وتعظمهم وتعطيهم مكانتهم الحقيقية الأخير بهذه الدولة. أحسن. لا واحد يقول لك انتم مليتونا شهيد جريح وشهيد شنو مع الأسف هيك. خلي القانون فوق الكل، اللي انتم يا ريت انت اللي تكلمون هذا الكلام، اطي رجل اطي عز ما تملك، اطي ابنك شوف معاناتك تقدر؟ لا بالتأكيد تقدر. انا حتى شيء يذكر، انا يعني اتشرف واللي رفعت راس من اقول اللواء ركن عباس حسن جبر الحميداوي ابو حمزه رحمه، هذا عمي استشهد بضلوعيه بال 2015 واللواء متقاعد، لكن من خلال فتوى المرجعيه راح التحق 8 اشهر وهو بدون راتب. هو قال لهم انا ما استلم راتب، انا ما دام سيس ثاني انطى هاي الفتوى فانا راح. وكان هو معاون الاخ حسن هذا العامل، كان معاون العسكري، فاستشهد في الضلوعية. هو كان أحد المحررين لمنطقة الضلوعية وتكريت. يجب على الحكومة أن تعطي حقوق الراتب عقلانة. والله ودعتك عائلته ما رادت هاي الحقوق، لأن من كثرة ما راجعوا فقعدوا بالبيت. هاي وحدة. شغلة ثانية، جزاهم الله خير أهل الضلوعية وضعوا له لوحة تذكارية باسم الشهيد، والحكومة ما حركت ساكن ولا سوت لفت شيء. هو احنا ما محتاج، يعني احنا كعائلته ما محتاجين هاي، بس محتاجين الى هذا تخليد. تحسنتم التاريخ راح يسجل تماما، التاريخ راح يسجل هذه التضحيات عند الله سبحانه وتعالى ما تنسى، لكن يجب ان تدرس للاجيال. هذه التضحيات تدرس للاجيال، هذه التضحيات الذي يعني اعطوا اروع التضحيات. حينما نتكلم عن الشهيد ابو مهدي المهندس رحمة الله عليه، يجب ان يضع في المنهاج الدراسي يعني ايش اتكلم؟ اتكلم عن منو؟ من تقرا هذه السير للشهداء والله تخجل من لم تضع هذه تضحياتهم، قصصهم، تاريخهم بالدراسه. انا اعتبر هذه جريمه، لان اني ما اعطيت حق هؤلاء الناس. يجب ان يضعوا منهاجهم بالتدريس على وزاره التعليم العالي، البحث العلمي، وزاره التربيه، حتى ندرس الاجيال التضحيه كيف هؤلاء ضحوا بعز ما يملكون، يضحي بعز ما يملك، بساطته ويا الناس، جلسته ويا الناس، يعني شيء جدا. رحم الله شهدائنا ان كانوا في القوات الامنيه في الحشد الشعبي، وهم ان شاء الله فخرنا وان شاء الله شفاعنا ان شاء الله، وان شاء الله اتمنى الشفاء العاجل باذن تعالى لكل اخواننا شو جرحانا في معارك ان كانت ما بعد 2003 الى داعش والى غيره. صدر كتب عديده من رئاسه الوزراء ومن امانه عام مجلس الوزراء. هذه القرارات اكيد اتفقنا بانه ما طبقت كلها. شنو السبب؟ مع الاسف من أمن العقوبة أساء الأدب. صح. قانون تخليل التضحيات رقم 81/2017 نص المادة سابعا، المادة سابعا رابعا، تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة وأمانة بغداد والمحافظات المشمولين في قانون مؤسسة الشهداء والمشمولين في قانون رقم 20/2009 المعدل بإعطاهم قطع الأراضي جيدة للشهداء والجرحى المشمولين بالقانون، واستثناء من قرار مجلس قادة الثورة المنحل 120/1982. من تروح عائلة ذوي الشهيد للمحافظة تنطرد. تنطرد. قلت أنت مو من محافظتي، أصبحت كأنما دعاية انتخابية. كلمها بكل صراحة يسمعنا رئيس الوزراء. الكتب اللي دزيتها مع الأسف ما حد جاي يطبقها بالمحافظات سوى بعض المحافظات،
أتكلمها بكل أمانة، محافظ البصرة وزع قطع أراضي على كل ابن بغداد ابن العمارة اللي مقدمين على محافظة الطام، وهذا شيء كذلك محافظ ديالة. أما محافظ الكوت وكربلة ومحافظ الحلة ما مع الأسف يقول لك أنت من بغداد ما أعطي، كان محافظته ما أعطي، ليش ما أعطي محافظتك؟ حتى محافظ بغداد مع الأسف كلام بكل صراحة، هذه الأراضي الصحراء الموجودة ما تقدرون يسوون بها خدمات؟ هاي الأراضي هي قطع الإنسان شيء يريد له خدمات بتأكد، حتى يروح يقعد يقعد عائلته يقعد، الناس تريد لها وطن، ناس اليوم قاعدة بمناطق لا 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 أقل السكن، اللي قاعد على تشينكو واللي قاعد سقف ما عنده، وقضية الأمطار قضية المعاناة، فيجب على الحكومة أن تنظر لعوائل الشهداء والجرحى بكل أمانة وتطوى هذا الملف. هذا الملف من المعيب جدا أن يبقى مع وجود هذه الأموال الطائلة، مع وجود هذه القرارات. أنا اللي يحزنني من يصدر كتاب من رئيس الوزراء للمحافظات أو الأمانة العامة يعممون المحافظات، المحافظات من الطبقة قرار جديد من رئيس الوزراء. نعم نعم السوداني، نعم، حتى السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء فريق عبد الكريم أرسل كتاب إلى المحافظات بتوزيع قطع الأراضي، لكن للأسف الشديد بعض المحافظات ما تطبق. هيا يا يمتى أرسله؟ أرسله بشهر الثامن أو التاسع، أرسل كتب وما تطبق، وما تطبق المحافظات. مضى عليه فد 3 أشهر شهرين، مرت عليه وطلعنا للمحافظين وطينا لهم، يضحك عليك يعني المحافظ يدري هذه كتاب اي واصلهم كل عندهم، واكيد عندهم اجتماع لجنه كلها عندهم كل ويعرفون كل زين، بس مع الاسف متعمدين ما يعطوك، كانما انت عدوهم اصبحت ينظر لك انت عدو ابن البقر. ينص الكتاب من رئيس الوزراء بعطاء بغض النظر عن مسقط رئيس، اي نعم، هذا تطبيق قانون يقول، ما انا اقول ولا كتاب رئيس، اذا كان كتاب رئيس الوزراء خلاف القانون خلي المحافظ يشمره، بس كان اذا طبق القانون ومن ضمن القانون امر رئيس وزراء بالتالي يعني صادر من مجلس وزراء يعني. نعم هذا نعم هذا من اعلى، ما يصير من الادنى للاعلى، الاعلى الادنى هي ممكن قرار يطبق على الكل. انا قلت لك اتمنى يكون هذا القرار كتب لي دازه غير قانوني، اتمنى، لكن من ضمن القانون والسياقات القانونيه مع الاسف المحافظات ما جاءت طبق. يعني اذا رئيس وزراء قرار وما طبق المحافظه شنو هاي يعني؟ يسمعنا رئيس الوزراء، نتمنى اتخاذ قرار من رئيس الوزراء على هذا الحال، لأن هذا الحال معيب جدا، اتجاه منه؟ اتجاه عائلة شهيد أو مصاب قدم نفسه للوطن؟ أنا ما أعطي، والله عظيمة أنا داعش، على أن أعتبر أي محافظ مهما كان ما يعطي قطع الأراضي للشهداء أو للجرحى أنا أعتبره مساند لداعش، مؤيد لجرائم داعش. أنا هاي عائلة شهيد جتك وجريح كون من تقوم من مكانك قاعدة بي، هذا ضحى للوطن. أنا شنو اليوم اتجاه هاي الناس المضحية؟ أنا ما أعطيهم، يعني هذا امام الله سبحانه وتعالى حيش يقول يا رب، بس اسال انت هذا الكرسي يدوم، هذا الكرسي لو دام لدام غيرك ما دام الواحد هذا الكرسي، صح هذا الكرسي ما يدوم الواحد، فانتم اتقوا الله بهاي العوائل، هاي الناس بحاجه الى كلمه طيبه، الكلمه الطيبه صدقه. احسنت استاذ علي، مكافاه نهايه الخدمه يعني اكو ناس يقول لك من 2003 الى 31/12/2013 لحد الان ماكو ما سموا مكافأة الخدمة. هذا الاجتهاد اللي صار بالقوانين مثل ما قلت لك سابقا، الادارات السابقة اللي فسرت القانون على هواها، ما فسرت ضمن القانون. انا اليوم انا اجي للقانون، قانون رقم 2/2020، هذا القانون هو تعديل لقانون رقم 20/2009. هذا السريان ما القانون رقم 20/2009، منين يسري من 20/3/2003 بما معناه بثرجعي جميع حالات الشهداء والجرحى الذين تمت حالتهم للتقاعد من تاريخ 20/3/2003 هم مشمولون في هذا القانون. الإدارة السابقة قالت لا، من 1/1/2014، فهذا خلاف القانون، فنحن بالتعليم بالتعديلات قاعدة مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية وقعوا على التعليمات بوضع التاريخ من 20/3/2003 من 20/3/2003 في هذا القانون ليأخذ حقوق الشهداء. ننتظر التعليمات، إصدار التعليمات إن شاء الله كتاب هيئة التقاعد الوطنية من راح يروحنا مجلس الدولة. نتمنى من أخواننا الأعزاء في مجلس الدولة أن يسرعوا بنشر التعليمات حتى يتم تطبيقها
وتتم فرحة عوائل الشهداء والجرحى، لأن إحنا نريد ندخل الفرحة إلهم، لأن ضاقوا من المرارة والحزن ما ضاقوا. أتكلم بكل صراحة، عائلة شهيد من أشوف أنا أخوي استلم مكافأة خدمان ما استلمت، أنا نفسيتي راح تنهار، راح أنقف. تمام. يقول لك أنا شنو فرقي، أنا شنو فرقي، هذا ضحى وأنا مضحي، واثنيناتنا بقانون واحد، هذا القانون شامل أنا القانون شاملني. يعني شوف هذا الاجتهاد بموضع النص أدى إلى خلل عدم تطبيق هذا القانون. هذا القانون من عدم تطبيقه يحترم جريمة، أنا أعتبرها جريمة. أنا حق الشهيد أطيه، كن ما آخره، أنا اليوم من آخر حق منه، حق عائلة ناس أطت أروع التضحيات وحاربوا بالأجواء الباردة، الأجواء الحارة اللي كنا إحنا قاعدين على التبريد وقاعدين على التدفئة، هو قاعد على حطب أو على ما عنده مدفئة، يمكن خط الساتر وخط الساتر وبين الحياة والموت. صحيح. فعيب علينا إحنا اليوم أن ننظر إلى هذه العوائل. أنا أتمنى الإسراع، كل ما نسرع خطوة راح ننقذ هاي الناس خطوة، يعني اليوم اللي نتأخر بي راح ننظر هاي العوائل. فإحنا كون هذا اليوم نسرع بيه حتى نتم فرحتها، وسبحان الله هنيئا اللي يفرح عائلة يتيم أو يفرح هذه العوائل، لأن عند الله سبحانه لأنهم عيال الله. فعلا. عوائل الشهداء أنا اليتيم والأيتام وهؤلاء المضحين هم أقرب إلى الله، الله سبحانه وتعالى يحب هذه العوائل. أحسنتم. بما أنه أنت عندك بتر مو باليد اليسرى، نعم، أنا سمعتك أطراف صناعية ذكية جاية، شو من عندكم أطراف صناعية ذكية؟ والله إن شاء الله إحنا نتمنى من وزارة الداخلية، كوزارة الداخلية حقيقة نشكر السيد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري باهتمامه بالشهداء والجرحى كاهتمام خاص، كل أحد مقابلة عوائل الشهداء والجرحى وكذلك مديرية الشهداء والجرحى. فتم التعاقد مع مركز أوتوبك ألمانيا، جيد، أو تم أخذ القياسات، وإن شاء الله بلكة هذه الأيام نتمنى إن شاء الله وتكون أنتم حاضرين توفقون، هذا إن شاء الله راح يصير رد على القاعدة والداعش بإعطاء الأطراف الصناعية الذكية، الأطراف الصناعية المتطورة، وهذا إن شاء الله زرع ابتسامة قواتنا الأمنية إن شاء الله. إن شاء الله، وحتى تستمر ابتسامتك عاد بالبرنامج إن شاء الله. إن شاء الله. هشوي عصبيتك وكذا، هناخد فاصل وتفتح تشرب لك شوي ماي ونرجع. لا إن شاء الله. إن شاء الله. إذا مشاهدين الكرام نذهب لفاصل ومثل ما نقدمكم وياكم برنامج بخدمتكم. تتصارع فيه الرؤى أن كل من يتحدث عن نظرية المؤامرة فهو خارج الحدود. نحتاج إلى عين الصقر وليس عين الجرم. تتشابك الخيوط. ما دام هنالك صراع بين الحق والباطل وصراع بين الخير والشر فنظرية المؤامرة موجودة. سنفك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عندما نقول على سبيل المثال أن المرجعية الدينية أيدت المتظاهرين الذين شاركوا في مظاهرات 2019، لكن بشرطها وشروطها، وعلى المتظاهرين السلميين أن يميزوا صفوفهم من غير السلميين. سننظر من خارج الحدود لنفك طلاسم الوهم. نحن سنتحدث أولاً كما قلت لكم خارج الحدود، سنكون وسطاً ونمشي جانباً في هذا البرنامج. خارج الحدود. هذه عودة أخرى مشاهدينا الكرام مع برنامج بخدمتكم والحلقة الخاصة بحقوق ذوي الشهداء والجرحى، وضيف الحلقة الأستاذ علي حيال مدير مؤسسة قناديل الرحمة. أستاذ علي، قبل فاصل كان يعني هيئ لك سؤال بصراحة، بعد الأطراف الصناعية تحدث عن مكافأة نادي الخدمة أو العفو المتراكم لحقوق الشهداء والجرحى، راتب تقاعدية كل بعض بهم لن تصرف لهم لحد الآن حسب قول أصحاب المشكلة. نعم. تعرف حضرتك كانت أن ذاك الرواتب التراكم هي تصرف مع الأسف يأخذون 50%. ما أعرف شلون
من تولت الإدارة السابقة إدارة أياد الجبوري مدير التقاعد الوطني السابق اللي الآن معتقل بهيئة النزاهة كان يأخذون على المتراكم 50%. يعني يعطوك 50% وأخذوا 50%. أي نعم نعم. قانونية لو غير قانونية هذا يعني أنا اليوم كعالة شيء لأسامك نص إلك ونص لي. على قولت هذول يسمونه قبل عندنا خاوة. أي نعم نعم. فجأة الإدارة الحالية أستاذ ماهر رشيد مشكورا وضع عالية وضع ضوابط من ضمن الضوابط وضعها 20% تصرف له لعائلة الشهيد بدون مراجعة فهاي إن شاء الله حل بأول راتب أي حلت مشاكل كبيرة. نتمنى إحنا من وزارة المالية رصد الأموال إلى هيئة التقاعد الوطنية حتى يتم صرف جميع استحقاقات الشهداء. عفوا 20% من استحقاقه من المتراكم بأول دفعة يعني سبع شهر شهرين المهم براتب التقاعد توصل بدون مراجعة تنزل 80% شنو 80% هم ماتين يخلصون هاي الوجبة يصرفون هم ماتين 20% حسب التخصيصات المالية أنا إحنا نقول نتمنى من وزارة المالية تعرف حضرتك حالة الشهيد أثقلت فعلا اللي محتاج عملية اللي محتاج صح. يشتري لحاجة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وحتى بعض العوائل اللي تشتري لها قطعة أرض أو بيت صح امتاني هذا المبلغ حتى تستلمه تروح تشتري لها عشان كذا بكل صراحة جيد. فإحنا إن شاء الله ندعم من وزارة المالية الإسراع وتخصيص الأموال إلى هيئة التقاعد الوطني حتى يتم صرف العوائل الشهداء والجرحى جيد. أدي مفروض هذا السؤال يكون في البداية لكن أني حبيت أن استشرف منك بعض الإيجابيات اللي كان هو أول خبر بين قضية المادة 54 ومادة 55 هذا أصبح قبل الأخير هذا السؤال يتحدث عن شلون تنجز معاملة ذوي الشهداء والجرحى وبالقانون أكو مدة محددة تحدد أو تلزم الدوائر المعنية ذات الاختصاص نعم. بإنجاز المعاملات نعم سنتم على هذا السؤال مرة. تعرف حضرتك المعاملة من مكان الحادث الأوراق التحقيقية القسام الشرعي إذا كان قاصرين حجة وصايا إذا كان جريح بعد اكتساب الشفاء التام يحيلون إلى اللجان الطبية يسوون التقارير الطبية الرقود بالمستشفى صحة صدوره فمن تكمل هسه الآن تتولى هذه القضية مؤسسة الشهداء من تروح المؤسسة الشهداء ترفع موقف أمني أحيانا الموقف الأمني يتأخر بكل صراحة يتأخر يعني كل شهاي فنحن نتمنى من إخواننا الأعزاء بالموقف الأمني أو المساءلة والعدالة اللي مشمولين بالمساءلة والعدالة من 86 فما دون من 86 فما فوق ما مشمولين بالمساءلة والعدالة من 86 مواليد 86 فما دون عليهم مساءلة وعدالة 86 وما فوق ما مشمولين يعني يكون بعده هو كان صغير نعم. ما داخل فتتأخر المساءلة والعدالة وتتأخر الموقف فمعاملة الناس مو صارت موضوعات البريد الإلكتروني مع الأسف جات بعد ورقية أي بعد بريدنا وبريدكم جات تتأخر الآن هسه المعاملة من تكمل كانت بالمؤسسة الشهداء ترسل عن طريق البركود واضح كثرة المشاكل ومعاملات التزوير اللي انكشفها صارت بالبركود فتم توقيف البركود وتم إرسال المعاملات ورقية حسب الاجتماع الحاصل بين مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية جيد. أغلب العوائل لحد الآن قاعد تراجع ما واصله معاملاته واللي واصله معاملاته لحد الآن إن شاء الله نتمنى الأخوان الأعزاء إنجاز معاملاته جيد. لأن هاي العوائل هم الشهداء وجرحى معاقين وأصحاب بتر وأصحاب أمراض مزمنة وأصحاب حالات يعني جدا صعبة وما عند الكروة يكاد كل صراحة صحيح. ما عند الكروة يراجع الله شهد يتصلون بينه ما عند الكروة يراجع بينه فالقانون حدد من تكمل المعاملة الموقف الأمني والمساءلة تكمل هاي القضايا مدة 60 يوم تنجز المعاملة من تكمل وترسل مدة 60 يوم إذا تأخرت عن 60 يوم يتعاقب المسؤول عن هذا وقاعد تتأخر لو ما تأخر لا جاي تتأخر احنا نتمنى شايفته يتعاقب اي احنا نتمنى من إدارة مؤسسة الشهداء الأستاذ حاج عبد الله النائلي متابعة هذا الموضوع وعندي سؤال عن الأستاذ عبد الله النائلي كيف تعامل وياكم تعاونوا وياكم الأستاذ عبد الله والله تعاون هو ده يحكي لي ذاك يوم عفوا قاطعتك اجى ضيف عزيز علينا هنا
ونقل معاناة حقيقية صحيح ما بينه وبين الوزارات صحيح. والمحافظات صراحة. وعدم قطع أراضي الله يعينه يعني هذا النقل. أنا اليوم كدولة كحكومة كمجلس نواب كقادة أحزاب ككتل من ما أخصص العوائل الشهداء يعتبر هذا استخفاف. أنا اليوم إذا عندي مؤسسة ترعى الشهداء والجرحى وأنا مخصص لها أبخس الأثمان، الإرهاب اللي بيسجن يوميته $25 أكثر من يمي. أكثر من يمي، الإرهاب اللي قاتلني مفجرني موازنته أكثر من موازنته أنا كمؤسسة الشهداء. وقاعد حتى بمكان مرتاح. وقاعد مرتاح ومنظمات دولية داعمة. يعني الشهداء قاعد يبكيكم. وهذا جاي نشوف الجرائم اللي قاعد تصير بإخواننا الأعزاء في فلسطين ومنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المرأة ما فكت حلك على الجرائم اللي قاعد تصير في فلسطين. من جرائم الكيان الصهيوني، القصف العشوائي، القتل، جرائم الحرب اللي جاي ترتكب ما شفنا رد. احنا اليوم من اداره نطالب السيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني نقول له مثل ما طويت سابقا من كنت وزير حقوق انسان كنا قعدنا وياك وطوينا ملف قانون 20 بوجودك وانت اللي خططت على التعليمات وطالبت باصدار التعليمات، فانت اليوم سبحان الله المفتاح بيدك، عادت الكرة وانت اليوم رئيس وزراء واليوم هذا القانون محتاج وقفه، فانت معروف بهاي الوقفه. احنا نريد حقوق الشهداء هذا الملف ينطوي. هو كان جزء من المشرعين؟ لا، كان وزير حقوق انسان في سنه 2013. هو طالب هذا القانون؟ طالب القانون كامل. نعم. كان مؤخر في سنه 2011 بالادراج، فجمع مؤسسه الشهداء، جمع هيئه التقاعد الوطنيه، جمع وزاره الدفاع، الداخليه، قعدتهم على طاوله قال لهم طول المعرقلات ماتن، قالوا التعليمات، قال لهم التعليمات يمي، اشتغلوا جزاء الله ألف خير حل هاي القضية جيد، لأن كوزير حقوق بس ما تنفذت. لا تنفذت جيد، استلمت الناس استحقاقاتها، والآن المفتاح يم رجع، فأنت اليوم المفتاح يمك، أريد إعادة هذه الكرة، وهاي حقوق ناس وحقوق ناس مضحية أعطوا أرواح هاي التضحية. هذا الملف أريد نطوي، ما أريد أنا عائلة الشهيد أو جريح بالحج الشعبي او ابو شهيد يتم اعطاه 10 ملايين ومنح، وانا هذا اعتبرها ما اقدر اتكلمها. والله مريت بهاي اقرب الناس الي عنده شهيد بالحج الشعبي والحد الان استحقاقه ما ماخذينهم، الله يعني قاعد لا اجازات متراكمه لعوالي الحج الشعبي. لا البشرى الثانيه لاخواننا الاعزاء شهداء الحج الشعبي تعديل رواتبهم اسوه باقرانهم، بس هيئة التقاعد الوطنية أرسلت كتاب بتزويدهم براتب، ايش قد يوم قاعد يستلم الحج الشعبي اللي مستمر بالخدمة حتى يتم تعديل رواتبهم أسوة بأقرانهم، ومن خلال قناة الأيام تدزلهم هاي البشرة. يا الله، هذا يمتلك في القرار، بس يجي الكتاب تاني الكتاب إخواننا الأعزاء يدزون هيئة التقاعد الوطنية، هيئة التقاعد الوطنية تعديل رواتبهم أسوة بأقرانهم. من الكتاب؟ دزول الإدارة المالية هيئة الحج الشعبي حتى ياخذون ايش قد الرواتب قاعد يستلم اقران اليوم. انت اليوم بالحج بالحشد ايش قد جاي تستلم؟ انا مو بالحشد لا بالمثل يعني. يستلم 1,400,000 راتبه تعدل 1,400,000 من 1,200,000 الى 1,400,000، وهذا اقل استحقاق لهاي العوائل. احسنتم جزاكم الله خير، وهو اقل استحقاق نقوله. ندعو من الله التوفيق لكم. امين ان شاء الله، ولكل الاخوه المتصدين اللي فعلا دي عندهم حرقة قلب كما انت يعني. الله يسلمك، جزاك الله خير. شكرا جزيلا استاذ علي حيال، مدير مؤسسه قنادي للرحمه، شكرا لحضورك، شكرا لقادم المعلومات. الله يعافيكم. في ختام الحلقه تقبل تحيات كادر البرنامج، ونلتقيكم باذنه تعالى يوم السبت القادم. اعتقد ممكن تكون حلقه، اعتقد تكون حلقه يوم السبت القادم باذنه تعالى في تمام الساعة 9 مساء. ألتقيكم بإذن الله، تقبلوا تحياتي، أنا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي، في أمان الله وحفظه.